متى من المتوقع أن تذهب هذه اللجنة الوزارية؟ أنا بدي كرأيي، أنا بدي كرأيي. نحن يعني الموضوع يعني برأيي هو إضاعة للوقت. ما في قرار، ما في قرار سياسي. أنا برأيي ما في قرار، وخاصة بالخريطة الطريق ربطت قضية الحوار مع سوريا ب 2254 بالنص الأساسي اللي أنا أعطيت ملاحظاتي عليه، يعني أعطيت ملاحظاتي بدقة عليه تقريبا على 95% كنت عم بعطي الملاحظات. أنا لم أربط موضوع النازحين بالحل السياسي اللي هو، ولكن بالجلسة ربطوها ب 2254. أنا رأيي ربطها هو ليس يعني ليس بالصدفة، ليس بالصدفة وليس بهدف التسهيل، يعني هو من أجل الإرضاء. سؤال اليوم وبسيط السؤال: المملكة العربية السعودية لما بادرت إلى هذا الحوار الكبير في المنطقة مع إيران في مظلة صينية ومع الدول العربية لإدخال سوريا إلى المظلة، يعني قدمت ورق اعتمادها وأخذت إذونات للحوار، أما بيكون عندنا رؤية لصناعة وطن، بيكون عندنا قرار وطني فوق كل القرارات، أما لدينا مصلحة. لغاية اليوم الخلاف الكبير بلبنان هي المصالح الصغيرة على المصلحة الوطنية.